بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأضحية هل يجوز فيها إن أنا أدفعها أجرة للجزار؟ لا. سيادتك هتذبح البقرة، أؤمر 500 جنيه، اتفضل، زائد الجلد اتفضل، زائد 2 كيلو لحمة اتفضل، تبقى مش أضحية. فهمتوها؟ ياخد فلوس ويسكت، لأن أنا هنا بعت الأضحية يا أبلة. فهمتها ولا فهمتهاش؟ نقول له مالكش لحمة، عاوز كام؟ عاوز 500، عاوز 600، اتفضل. بعد ما ذبح وخلص، أنا راجل ذوق، مش من الأجرة وخلاص، أنا راجل ذوق. بعد ما الجزار خد أجرته وتمام التمام، اديت له 2 كيلو لحمة من نصيبي. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، بس في فرق بين الصورتين. في الصورة الأولى ده أجرة، يبقى مش أجرته 500 جنيه، لا، ده أجرته 500 جنيه زائد 2 كيلو لحمة. لكن الصورة الثانية أنا اديت له هدية، أو هو فقير، جزار غلبان فقير، هو كل الجزارين مفترين؟ لا، في جزار غلبان فدبح الراجل البقرة وادينا له 500 جنيه، قلت له تعالى يا عم الحاج، قال لي نعم، قلت له خد الجلد. بديله الجلد ايه هنا بقى؟ أجرة ولا فقير؟ اديت له 10 كيلو لحمة، أجرة ولا فقير؟ فقير، خلاص. حتى بقى يا ريت حضراتكم تركزوا فيها، يجوز على مذهب مولانا الإمام الشافعي الجمع بالأضحية بنية أخرى. يعني ايه؟ أنا جيت أذبح خروف بنيتين، النية الأولى أضحية عشان أنا ذبحه في وقت الأضحية، النية الثانية عقيقة عن نفسي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. فهمت الصورة دي؟ طيب، الأضحية فرقها نية، ذلك مصلحة الفقراء، لأنك لما بتسويها أنت بتجبرني إن أكلها دلوقتي. أنا دلوقتي الحمد لله شبعان، راح واحد داخل عليا بعشرة كيلو لحمة مشوية، هعمل ايه؟ انا شبعان، ده انطر كده، او تجبرني اكلها دلوقتي؟ لا، اديني كيلو ني اعمل عليه شوربة، شوية ملوخية اطبخ عليه، اكله النهاردة، اكله بكرة، اكله الشهر الجاي، انا حر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.